ما نحن عندنا التجربتين، التجربة المهدوية دي والتجربة الترابية. نقير بالأفريقانية أفريكانيزم بتاعتنا بإننا ناس نحن عرب، مسلمين، أفارقة، سود، نوبيين. إذا جاء يوم أنت صممت سياسات تضررت منها ملايين البشر هنالك الخطورة. الحاجة اللي ما مدركينها العساكر أو الناس المختتلين اليوم بإنه الوايت مان أو الأمريكان تحديداً عندهم بلان. فهنا التحدي، دي الحاجة اللي أنا مخيفة بالنسبة لي بإنه السودان سيتعافى. وأنا كنت حايم في الخرطوم قبل الانقلاب وحتى قبل الحرب دي، كان بالنسبة لي واضح جدا إنه يا ثورة بتاع الجياع يا حرب أهلية، وحصل أنا الاثنين. يعني العقلانية بمعنى إنه الحلول أن إحنا الحننتجة، ما في حلول ستتنزل من السماء. إنسان ما تنتابه لحظة ضعف بشري ويعمل حاجة خطأ، لا، الأخلاق بمعنى الببليك موراليتي، الأخلاق العامة. يعني قالوا السودان ده محتاج لسدود قصيرة، الميدل كلاس والطبقة الوسطى هي عصب الأخلاق وعصب المجتمعات. سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى، أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، مشاهد أجمل زاوية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أجمل زاوية اللي بنوثق فيها من لعدد من الشخصيات السودانية والعربية والأفريقية المميزة جدا جدا، اللي بتساهم دوما في صناعة أحداث، وبتساهم أيضا في نهضة البلدان، وبتساهم في شتى المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية والسياسية. أكيد ضيفنا لهذا اليوم رجل مميز جدا جدا، نحن يعني نتواضع جدا جدا أمامه للغة الرصينة ولعلمه ولحفظه القرآن، أشياء كثيرة جدا جدا يفوتنا فيها ويفوت زمانه، الدكتور الوليد مادبو. مرحب بك يا دكتور، ومساء الخير عليك. الله يبارك فيك. كيف أخبارك؟ نحمد الله عز وجل ونثني عليه. الأمور كلها طيبة؟ والله يا أخي إن شاء الله تكون طيبة. الداب وداب نفسه قصر طبعا، يعني الإحساس بأنه الوطن يعيش في مأساة ما بخليك أنت تكون مرتاح. يعني أكيد أكيد أكيد. الرحلة ما رحلة خلاص شخصي، أنا أفتكر رحلة خلاص وطني يعني. طيب نحن هنتكلم في الجانب الوطني كتير، أكيد كتير، لأنه دكتور الوليد أكيد عنده مشروع ويطرح نفسه كواحد من الحلول اللي ممكن تخرج السودان من نفق الحرب، وأيضا من نفق الشتات السياسي والأشياء الكثيرة اللي بمر بها السودان من عهد الإنقاذ أو من قبل الإنقاذ ممكن يكون. لكن نحن بنتكلم عن أستاذ الدكتور الوليد مادبو، رجل متصوف، رجل يحفظ القرآن، تصوف بعد أن تخرج من المملكة العربية السعودية في حفظ القرآن، في شبابك تحولت إلى صوفية، خبرت الوطن السودان بشكل مميز، عملت في خارج السودان سنين عددة، حتى المنشأ والولادة كانت خارج السودان. ده نتكلم عن الوليد مادبو بشكل مختصر كده، شخصية الوليد مادبو اللي فيها جدل كبير وفيها تناقضات في 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 في, في التوجهات الفكرية الإسلامية الصوفية، حفظ القرآن، أشياء كثيرة جدا جدا في شخصية الوليد. طيب يعني أنا حبيت أقول، يعني حبيت أشكر أجمل زاوية، الله يكرمك، لهذا اللقاء، يعني اللقاء الجميل. يعني وفيما يخص الوليد مادبو، أنا بفتكر هي مش تناقضات، يعني أنا بفتكر هي سياقات لتطور الشخصية. يعني أي شخصية بتمر بسياقات معينة، بيحصل لك نضج فكري، بيحصل لك نضج أخلاقي،
من خلال التجارب بتاعتك وكده. أنا بدأت مشروعي الأكاديمي بالهندسة. جميل. وبعدين يعني أصريت إني أمشي أعمل ماجستير أول في الهندسة وكده. لكن بعد ما اشتغلت بالهندسة سنين 4-5 سنين وكده، شعرت بإنه يعني الهندسة ما أجابت عن الأسئلة الوجودية بتاعتي، يعني يعني علاقة الذات بنفسها، علاقة الإنسان بمجتمعه بوطنه بالعالم الكبير اللي هو الجلوبال سيتيزنشيب دي. فمشيت حفظت القرآن بحمد الله في 100 يوم في مكة. وبعد ذاك التحقت بشيخ سهل زين ياسين اللي هو تلميذ عبد الله بصفر. عبد الله بصفر تلميذ أيمن رشدي سويد العلامة الكبير، وأيمن رشدي سويد هو تلميذ عبد العزيز عيون السود، يعني مقرئ ومفتي الديار الشامية. فأنا تتلمست على المدرسة الشامية، فأخذت الإجازة. لكن دائما بركز على مع الشباب في إنه يعني الأخلاق هي أهم من العلم. أكيد. يعني لما جاء أيمن رشدي سويد يمتحني، حصلت حاجة هي يعني كانت درس كبير بالنسبة لي. يعني هو جاي يمتحني، وبعدين قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فطوالي استوقفني. فقلت له لسه أنا ما قريت حاجة. قال لي لا يا ابني، أنا عرفت المشكلة وين. وقام استأذنوني وكده. عادة الناس المدرسين وكده والعلماء يستأذنوك تطلع برا وبيتكلموا مع شيخك المباشر اللي هو سهل زين ياسين. فسهل زين ياسين حاول يستعطف شيخ أيمن، وقال له يا أخي الزول ده يعني له سنة كاملة من أسرته، يعني نجامله نمشيه. فأنا أتذكر شيخ أيمن بكل حزم قال له يا سهل، يعني ربنا قال ستكتب شهادتهم ويسألون. يا سلام. فطوالي ده الدرس الأخلاقي الكبير. يعني صحيح القرآن عظيم، لكن ما ينجم عنه هو أهم. بعدين لما مشيت عملت الماجستير الثاني والدبلومة في التنمية الدولية وكده، قمت في الدكتورة برضو حصل لي درس أخلاقي آخر مع يورن هايدن، واحد من أعظم 5 مفكرين في مجال الحكامة أو الحكمانية أو الجوفرنس. يورن هايدن في الامتحان بتاع الكومبريهنسيف اكزام اللي هو منا وخلاص انت بتبقى كانديديت، يعني بتمشي تشتغل على مشروع البحث بتاعك. انا امتحنت بيدوك 3 أسئلة وبيدوك 24 ساعة، يعني بتكتب زي 24 صفحة تقريبا 30 صفحة في 24 ساعة. ده أصعب امتحان أنا مر عليه في حياتي، والذي جعله أكثر صعوبة هو أنه صادف سبتمبر 11، جمع الأحداث بتاعت سبتمبر 11 سبتمبر. المهم هم أدوني إكستنشن، زادوا لي المدة وكده. وبعد ذاك لما جيت للامتحان الأورال اللي هو الشفهي، قالوا لي يا أخي والله استأذنوني برضو. بعدين لما جيت راجع قالوا لي يا أخي والله إحنا سقطناك. فاستغربت جدا لأنه أنا عارف إنه في سؤالين دي لأني جودتهم. المهم اليوم ذاك بتذكر زي 48 ساعة ما نمت من الغضب. بعد اجتهاد وحاجات كثيرة حصلت. لا يعني بتكون أنت ذاتك يعني عندك إحساس بأنك أنت رجل مثابر وكذا. المهم بعد ذاك مشيت ليورن هايدن. طبعا الغربيين دي الناس واضحين جدا وصارمين، يعني بالذات في المجال البحثي العلمي يعني. فقام قال لي يا مستر موسى، يعني من 3 أسئلة انت جاوبت 2 صحيح، ودي كفيلة بان تنجحك. لكن في حاجة حصلت في السؤال الثالث. قلت له والحصل شنو يا بروفيسور هايدن؟ فقام قال لي طلع الورقة وكده، قال لي أقرأ السؤال. قرأته، قمت خطيت يدي في راسي، قمت قلت له يا الله I misread the question. يعني ما أنا ما أسأت فهم السؤال. فقام، أنا حقول لك بالإنجليزي وحترجمه لأنه درس أخلاقي كبير جدا. قال لي مستر موسى، It is one thing misreading a question,
It is another devising a policy that would affect the lives of millions. قال لي يعني كونك أسأت قراءة السؤال دي حاجة، لكن بما أنك أنت رجل عندك مستقبل لو أنا شايفه أمامي، إذا جاء يوم أنت صممت سياسات تضررت منها ملايين البشر هنالك الخطورة. يا سلام. بعد ذاك رجعت السودان وكده، وبقيت طوالي بطلع على الدراسات بتاع سد النهضة وأمشي أقعد مع الخير حاج اللمين اللي هو واحد من مرجعية في مجال الري زميل الوالد وكده، بحكم المهنة الهندسية وكده، المهنة الهندسية والتنموية. فلما يعني واحدة من القرارات اللي تضررت منها ملايين البشر إنك أنت الإنجليز 1926 يعني قالوا السودان ده محتاج لسدود قصيرة لأنه بيجينا من السماء 1000 مليار متر مكعب، فلو قدرنا 70% من السودانيين معتمدين على القطاع المطري التقليدي، فلو عملنا سدود صغيرة الموية لاقت نحن حلينا المشكلة تحت الزراعة في السودان وخففنا العبء على المواطن وكده، علما طبعا بأنه التنمية الاقتصادية يعني الزراعة يعني قيمة ما تضيفه للتنمية الاقتصادية 11 ضعف ما تضيفه يضيفه أي مجال آخر، حتى النفط والذهب كله أي شيء أي شيء في السودان ولا في القانون الاقتصادي عالميا. يعني التقرير العالمي اللي اطلعت عليه مؤخرا بيقول لك أنت يعني تركز على الزراعة لأنها بتديك 11 ضعف ما قد يؤتيه أي مجال آخر. فلما تجي تلقى بأنك أنت عملت مثلا سد مروي وهو يعني المياه النيل بتديك 48 مليار متر مكعب مقارنة ب 1000 مليار متر مكعب، بتلقى بأنه طوالي ذكرت كلام يوران هايدن في أنه السياسة الخاطئة الوضع السياسات الخاطئة التي يتضرر منها ملايين الناس، والخطأ هنا ما بيكون خطأ تقني ولا مهني ولا فكري، بيكون خطأ فردي خطأ أخلاقي في إنك أنت ما ناظر للوطن يعني نظرة قومية وطنية وكده، أنت ناظر له نظرة منفعية شخصية يعني يعني فكرت في شخصك بس في الوقت ده، فكرت في إنه والله السد يعني 2.5 مليار التكلفة الأولية، لما انتهى كان كله 5.5 5.5 بكلها مشت رشاوي فوائد لله فوائد وكده، ودي حاجات حتجي تدفع الأجيال الجاية للمية سنة لأن الشيء خلاص ما بني على باطل فهو باطل. فهي أنا داير أرجع ما داير أدخل في السياسة كثير، داير أقول بأنه التنشئة أهم حاجة فيها هي الأخلاق، والأخلاق مش بالمعنى الفقهي بتاع إنك يعني انك انسان ما تنتابه لحظه ضعف بشري ويعمل حاجه خطا، لا، الاخلاق بمعنى الببليك موراليتي الاخلاق العامه، نظرتك لل يعني لابد يكون عندك نظره قوميه للبلد، لابد يكون عندك وطنيه نزاهه اخلاقيه، دي هي الاشياء المهمه. التربيه الوطنيه هي يعني لو ربيت اطفالك في البيت بتربيه وطنيه سليمه اكيد حيكون في جيل وجيل عارف يعني شنو قيمه الوطن والمحافظة على ممتلكاته والمحافظة على أشياء، وده الشيء كان فاقدينه نحن تقريبا في فترة من الفترات، يعني في أجيال كثيرة من ضمننا ممكن يكون جيل يعني فاقد التربية الوطنية في المدارس وفي حتى في البيوت، يعني الناس كانت مشغولة بأن تربية وطنية، ممكن يقول لك اطلع طبيب اطلع كده، بيعلموك تصلي كيف، ما بعلموك تحب الوطن كيف، وما بعلموك انه ده وطنك انت مفروض تحبه عشان تخدمه. والله هو شوف شرقاوي يعني مستر شرقاوي يعني على قول يوران هايدن هو شوف صحيح البيت مهم لكن الفضاء العمومي البوبليك سفير هو اللي بتتخلق فيه أكيد. المجتمعات لأنه يعني أنت عندك نقابات مهنية عندك اتحاد كتاب عندك روائيين مسرحيين عندك مسرح عندك أوبرا هاوس عندك ميوزيكال كونسيرس عندك جامع يعني في واعظ محترم عندك سياسيين شرفاء ده كله هو اللي بيساعدك في تخلق التخلق بتاع الشخصية بتاعتك. طبعا أنا داير أربطه برضو بالاقتصاد لأنه يعني الميدل كلاس والطبقة الوسطى هي عصب الأخلاق وعصب المجتمعات، فلما انت
يعني تنتهج نهج اقتصادي يضرب الطبقة الوسطى ويدي ويؤدي إلى فرار التكنوكرات، فأنت كده تسببت في انهيار المجتمع وده التحدي اللي حنواجهه في المرحلة الجاية، في أنه أنت ما عندك طبقة وسطى وما عندك تكنوكرات، دي كلهم طلعوا برا السودان، ومن تهيأ له الظرف السليم ما راح يرجع. فهنا التحدي، دي الحاجة اللي أنا مخيفة بالنسبة لي، بأنه السودان سيتعافى لكن تعافيه هذا يتطلب نوع من التضحية الكبيرة مننا كجيل حسا منوط به يعني مهمة النهضة بالبلدان بالسودان. والله نتمنى أنه يتعافى السودان في الغريب العاجل، ونحن نحضر تعافي السودان بشكل مميز وننزل فيه كل طموحاتنا وكل آماننا اللي قاعد نحلم بها أنه نشوفها في بلدان أخرى، نشوفها في السودان في السياسة وفي الاقتصاد في كل المجالات. دكتور، يعني أكيد نحن أنت عندك يعني أنت رجل من مناطق مختلفة في السودان، وتشكيلتك تشكيلة قومية متفردة، جمعت فيها عدد من الثقافات ومن الأشياء اللي ممكن تثرى للمجتمع بشكل مميز أو ممكن تنشر للمجتمع بشكل مميز. الثقافة، وتفتكر إنه نحن بخلاف التوعية الوطنية والتوعية، يعني رجل مثقف يعرف تماما كيف يوعي المجتمعات الأخرى، تفتكر الثقافة في الشعوب؟ يعني احنا شعوب مختلفة في السودان، انا بقول هو شعب شو ما شعب واحد، شعوب مختلفة موجودة في السودان، في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، ما تفتكر انه ممكن تكون حلولنا في السودان عشان ننهض حلول ثقافية برضو؟ والله يا اخوي عبد الله، يعني مستر شرقاوي، سمحة مستر شرقاوي هذي بدأ لك رأيك شو نافذ. أنا بفتكر ده سؤال مهم، سؤال مهم، لأنه أنا بفتكر الثقافة هي عماد النهضة. يعني ديغول لما جاء يعمل الجمهورية الخامسة ديك ولا السادسة، أنا طولت من ما راجحت الحاجات دي، الخامسة أفتكر، استعان بأندري مارلو، واحد من أرفع المثقفين الفرنسيين وكده، ورغم انه هو ديغول خلفيته عسكريه وكذا، لكن بحكم التمدن والتحضر والثقافه وكذا، عرف بانه الثقافه هي عماد النهضه للمجتمعات، فركز على المساله هذه. انا بفتكر في السودان يعني في مثقفين متميزين، وفي ناس بارعين ومن الشرق البلاد ومن شمالها ومن أكيد غربها وكده، لكن الدولة اللي بتعتمد على فكر لاهوتي، الدولة الثيوقراطية هذه، تركز على مسألة البعد الأيديولوجي وتهمل الثقافة، لأن هي بتفتكر إنها هي عندها حلول مثالية. فإذا أنت بتفتكر أنك أنت عندك حلول مثالية، بالتالي بتهمل الجانب التجريبي، لأن الإنسان بيجرب والمجتمعات دي جربت وأخفقت وقومت واعتدلت وكده، هي دي التجربة الإنسانية. لكن الشخص اللي بيكون عنده، ما نحن عندنا التجربتين، التجربة المهدوية دي والتجربة الترابية، فالاثنين دي دولتين دينيتين. كيف ما قلت التجربة الإسلامية؟ والله يا أخي أنا بفتكر، أنا داير أود أن أبرئ الإسلام من تجربة الكيزان، يعني من فكرة ترابي، من الفكرة الأيديولوجي الديني. التجربتين دين يعني أكتر تجربتين تضرر منهم السودان. فأنا بفتكر واحدة من الإنجازات بتاع ثورة ديسمبر هي العقلانية، لا أود أن أقول العلمانية، يعني العقلانية بمعنى إنه الحلول أن إحنا الحننتجها، ما في حلول ستتنزل من السماء. أكيد أن إحنا بنتشرب قيم السماء، لكن بنصعد بالتجربة بوتوم أب، نمشي بها من هنا لفوق، وتحصل لنا إخفاقات ونقوم وكده. وهذا يعني لما نجي نتكلم عن مسألة حرية، سلام، عدالة. حرية، إذا أساسا إنسان ولد
و و والأغلال في رجله ويتحرر كيف؟ يعني الأغلال بتاعت الفقر والجهل والعنصرية والطبقية وكده. يعني احنا قاعدين في الخرطوم بنلعب في التنس وبنركب في الخيول وبنمشي إجازات صيفية وكده. يعني باعتباره أنا بتكلم لك يعني أنه أنا من الطبقة من طبقة هذه، ولم ننتبه لأنه في ناس جو من الشمالية هاجروا لظروف اقتصادية قاعدوا في زقلونة، في ناس جو من جبال النوبة قاعدوا في جبرونة، في ناس ضربتهم الطائرات في مناطقهم في دارفور وكده جو قاعدوا في مايو وبعدين قاعدوا في العزبة. وهذا المشهد قدامي أنا كعالم اجتماع، يعني لابد أتبين من أنه هذا التباين الاقتصادي سيخلق نوع من الغبن الاجتماعي. وأنا كنت حايم في الخرطوم قبل الانقلاب وحتى قبل الحرب دي، كان بالنسبة لي واضح جدا أنه يا ثورة بتاع الجياع يا حرب أهلية، وحصل لنا الاثنين. لأنه أنت يعني الخباجات دي لما عملوا نظام التكافل الاجتماعي الويلفير سيستم، مش لأنهم محسنين، يعني طبعا فيهم ناس محسنين، لكن هم عارفين بأنه الفقير ده if you don't give the poor just enough to survive، إذا ما أديته الكفاية بتاعته ما هو حينوضع لك في بيتك، حيسرقك، حيغتصب زوجتك، حيشرد عيالك. فأن إحنا يعني حس لما تقرأ هذا القرآن وتصحب في مسيرة طويلة، أو تقرأ يعني تاريخ النبوءات وتاريخ المصلحين ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بجيفارا، انتهاءا بلينين، مارتن لوثر كينغ، هنا الله يرحمه مانديلا. يعني ما هو ده صراع المحور فيه والتكافل، يعني كيف يحصل تكافل بين المجتمعات. طيب حرية والأغلال موجودة في رجلي، معناه ما لن تتحقق حرية إلا إذا بقى في تكافل اقتصادي. سلام ما حيكون في سلام، ونحن حاسس دلوقت في حرب، والدولة رافضة مجرد إن تدخل المساعدات الإنسانية من أدري لغرب السودان. يعني أنت داير تتخذ من الحرب رافعة لمشروع سياسي. ما في سلام، حرية سلام وعدالة، الأمور دي كلها مرتبطة مع بعضها البعض. يعني لابد يتحرر الإنسان من الأغلال بتاعت الفقر والجهل وكده. ما أنت حس الناس شالوا السلاح ديل ودخلوا عليك في الخرطوم وكده، ما أنت أفقرتهم وجهلتهم وديتهم سلاح. ولكن يا دكتور بس في نقطة صغيرة كده، هل الحرب دي حرب جياع يعني اللي صارت دي؟ يعني احنا نشوف انه كفكرة عامة الحرب بين مكونين، مكون الدعم السريع والجيش السوداني. الجياع والجات لتر، ممكن تكون جات لتر بعد ما الحرب أفغرت المجتمعات السودانية في خلال سنة ونص أو عام ونيف. هو طبعا السردية بتاعت التمرد دي أنا من أول أيام الحرب قلتها، يعني الإعلام المدفعية الإعلامية الكيزانية دائرة تتكلم عن إنه ده تمرد، لكن أنا بنظر ليه لأنه ده انهيار لمنظومة استخباراتية وعسكرية وسياسية بدأت تتآكل من فترة طويلة جدا. ومفروض أن إحنا عشان نصل لحلول سليمة ننظر للموضوع نظرة نقدية، إنه هذه الدولة تعاني من إشكالات بنيوية وهيكلية، وما لم إننا يعني نعالج هذه الإشكالات سنهدر طاقات كبيرة جدا. يعني حس الشباب المات من الجانبين هم شبابنا السودانيين، مش كده؟ وديل يعني أعز الجند وأشجعهم، فليه أنت دخلتهم في معركة صفرية زي كده؟ دخلوهم الجنرالات من الجانبين في معركة صفرية عشان مصالح ذاتية. لكن في لحظة ما الصراع ده تجاوز الجنرالين، تجاوز المكونين، وبقى هو صراع كشف بؤس الدولة السودانية ذاتها وعدم مقدرتها لأنها تستفيد من تستفيد من الطاقات العظيمة المتوفرة لها. يعني طيب جميل يا دكتور، أنا ما داير أدخل في الحديث السياسي، ورغم أنه هو موجود في السودان، وأي شخص الآن يعيش في السودان أو سوداني، وخلي السوداني الدول الجوار والعرب مشفقين على حالنا
في السودان ويتحدث يوما في 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 العمل في كل مناطق يتحدثوا عن السودان وكرم السودان وأهل السودان، وهذا الذي يحدث في السودان لا يشبه السودانيين بشكل عام. لكن خلينا شوية كده في الثقافة ونشوف نفحات الدرد. وأنا يعني الوقت ما أسعف إنه أنا أقرأ الكتاب ده كامل والرواية بشكل كامل. أنت رجل مفكر برضو ورجل بتكتب بطريقة مميزة جدا جدا، شوية ممكن نتكلم على المرتكزات اللي بنت في في في, في الرواية دي. نفحات الدرد يعني بين وطن يتردى وغربة تتبدى، هي يعني هي محنة شخصية أنا عشتها. يعني لما يعني أنا كنت باني كل آمالي وطموحاتي على إنه يعني عملت دكتوراه وكده وما دايرجي أخدم السودان، وفجأة قمت طرتني ظروف لإني ما أقترب واشتغل برا السودان. فدي كانت المحنة اللي تفجرت عنا هذه هذا الكتاب. وهو مثل شخصيتي حقيقة، لأنه فيه ثلاثة عناصر رئيسية، فيه موضوع الحكمانية الحكمة، وفيه موضوع الجنسانية السكشواليتي يعني هيومن كونديشن، وفيه موضوع التصوف. وأنا آخر حاجة كتبتها هي الصمدية، فقام ونزلتها في السودانايل وكده. طيب الفيدباك جاني من صديقي عالم عباس، يا سلام. فقام قال لي يا أخي الصمدية يعني قصيدة من أجمل ما كتبت أو ما كتب في التوحيد، يا سلام. فالكلام ده نبهني لأنه ده عالم عباس يعني، وبيقول أنا عندي اهتمامات شعرية وروائية وكده، لكن لا أعتبر نفسي شاعر ولا روائي. أنا أستاذ علوم سياسية وملتزم بهذا. تكتب في تجاربك الشخصية. فلما قال لي الكلام ده انتبهت لأنه هذا التوحيد يعني كتب فيه أبو حيان التوحيدي، وكتب فيه الشيخ الدرديري وعبد الرحيم البرعي وإدريس ود الأرباب، كل عظماء التاريخ الإنساني ده. وعلم عباس يقول لي أنا أجمل مقرات في التوحيد من أجمل يعني. فيعني قصة دي بسطتني جدا وحمستني، لأنه أجمع هذه الشذرات وهذه خواطر في كتاب. وقدم له صديقنا أمير صديق، وقدم له برضو لمين كاكوم. فهي يعني أنا بحكس فيه برضو التجارب بتاعتي في الحياة، أكيد. نظرتي للجمال، للمرأة، للجنس، للعنصرية، للاختصاص، للحكمانية. وأنا بفتكر في ثريد يعني في خيط كده that you can pull through، الحاجات دي كلها ممكن يربط لك. يعني مثلا القصة بتاعت العنصرية، أحمد حسب الله الحاجة اللي هو واحد من أعظم الأدباء السودانيين والروائيين، من أهم ناس الشرق، وهو زول يعني low profile كده الناس ما بيعرفه، لكن هو أنا بفتكره by far هو أعظم مثقف سوداني يعني. كتب narratives of emancipation، بيتكلم عن القصة بتاعت العبودية وكده. فأنا التقيته هنا في الدوحة وكده، رجل صديقي، وقلت له يا أحمد أنت كتبت عن رواية فشودة اللي هي بتتكلم عن علي جفون والتجربة بتاعت العبودية في السودان، وأنا كتبت على الجنسانية. أنا بفتكر الاثنين بيكملوا بعض، لأنه والاثنين هما مدخلان أساسيان ورئيسيان للشخصية السودانية. أنا بفتكر إنه في حاجات ديب إن أور سايكي، يعني في عندها عمق في السايكولوجي بتاعتنا، في السايكي بتاعتنا، هي ظلت تؤرق الوجدان بتاعنا. وإذا ما تعاملنا معاه تعامل نقدي وتعامل يعني فيه شفافية كده، ستظل هذه المسائل تؤرقنا وتعيق المسيرة بتاعت نهضتنا. لأنه الجنس مربوط بالعنصرية، لأنه أنت زمان بتستخدم الخادم لمآرب جنسية وكده، فهي مربوطة بالمسألة بتاعت الدونية. وأنا بفتكر أنه اللحظة اللي أنت تنتقص من إنسانية، يعني الإنسانية بتاعتك أنت بتنعدم في اللحظة اللي أنت انتقصت من إنسانية الناس الآخرين. وده اللي حصل في دارفور. يعني أنا ظللت أكتب وأخطب جمعة وأحاضر في بيركلي وفي أوكسفورد. عنصر المسألة حصل في دارفور، مسألة عنصرية. أي أنا بفتكر فيها البعد العنصري، الإحساس بأنه يعني أنت تقتل لك زي 300 ألف نفر في أقل من 100 يوم، أنت ناظر اليوم نظرة دونية.
الجرائم اللي ارتكبناها نحن برضو في جنوب السودان. يعني في أشياء لابد نرجع للتاريخ بتاعنا ده ننظر له نظرة نقدية عشان نقدر نتعافى، عشان نقدر يكون عندنا يعني اتساق كده مع زواتنا. لكن المسألة بتاعت إننا يعني نتخذ الشعارات كمهرب من الواقع بتاعنا المرير ده، يعني لحد الليلة قصة العبودية دي مثلا كتب فيها سيكينجا، في بعض الناس كتبوا عمنا الله يرحمه محمد إبراهيم نقود كتب كتاب عن الريق وكده، لكن لسه ما نظرنا للموضوع نظرة عميقة. والسودان ده كان هو ظل يعني طريق الأربعين ده ما طريق هو بيجيب شنو، بيجيب ريش النعام، بيجيب سن الفيل، وبيجيب العبيد. والخرطوم دي 60% ومدرمان دي 60% في وقت من الأوقات بتاعتها كان البوبوليشن بتاعتها السكان بتاعنا عبيد. وطرقت في الجنسانية في كتاب المدينة الآثمة حديث عن الجنسانية برضو عن الظاهرة بتاعت الخطف دي اللي هي انت ما بتشوف في اي بلد في العالم، يعني انك انت يعني تستوقف امرأة في الطريق وتأخذها. دي عندها لما تعمل باكلاش يعني فلاش باك كده بلغتكم حتلقى بانه القصة دي مربوطة ديب ان اور سايكي بالقصة بتاعت العبودية، انه ان نظرتك للمرأة على اساس على يعني كشخص اكسسبل، شخص متاح للمتاع بتاعتك انت، مش شخص عنده العزة بتاعته والكرامة والخصوصية بتاعته. طيب دي علاقتها شنو بالتنمية؟ نظرتنا ان احنا نشوف النظرة الدونية دي، يعني انا كزول خبير في التنمية العالمية اتألم جدا لما اجي القى 60% من الارض يفلحنا النساء ويملكنا اقل من 4%. يعني هي تفلح لك الارض وانت تشيل فائض القيمه وتمشي تعرس بهم مره ثانيه، هي ما دزت عبوديه وحتمشي تعرس المره الثالثه وتعرس المره الرابعه. يعني بالفهم كده دكتور احنا بنتعامل مع النساء بشكل عبودي. يعني انا قصدت بانه وبعدين ليه هم ما بيدوم الملكيه؟ يعني شوف موضوع الاراضي ده هو حيكون الموضوع الأساسي، مسألة الحواكير ممكن يكون فيه مشاكل لا، لكن لابد نواجهه بأبعاده الأنثروبولوجية والسوشيولوجية وكده والاقتصادية والسياسية، في أنه لابد ننصف هذه المرأة. إنصاف المرأة مش بيكون بأنك أنت تمشي بليك زول عوقة تعمل وزير خارجية ولا تعمله في مجلس سيادة وكده. إنصاف المرأة بيكون بأنها إنصاف اقتصاديا وإنصاف اجتماعيا وليست فقط إنصاف سياسيا. طيب في الفترة الأخيرة يعني في وجود في يعني في حكومة عبد الله حمدوك كان في اهتمام كبير بالمسألة بتاعت المرأة دي، حتى تقدم في أشياء كثيرة. هل الرجل ما قدر يوفر المشروع ده أو يواصل في المشروع ده عشان ممكن كان يدي المرأة حقها الكامل؟ أنا مختلف مع الفلسفة بتاعت قحطة دي في إنه الإصلاح ما بيكون توب داون، ما من داون توب بوتوم أب، من تحت يعني. يعني ليلة السيدات ديل بينجحوا في المعادلة لكن ما بيتم تعيينهم في النائب العام. أكيد يعني أنا بعرف بنات شطار جدا نجحوا بمعدلات كبيرة جدا لكن بيمشوا النائب العام. حتى حسن الترابي زول الذي يدعي الليبرالية وإنصاف المرأة وكده في زمنه الكوتة بتاعت السيدات ما زادت في النائب العام. يعني أنا قصدي إنه كل الناس اللي جو يتكلموا عن المرأة وكده هو كان كلام أيديولوجي كان للمتاجر السياسية، لكن ما في زول سعى لإنه ينصف هذه المرأة اقتصاديا، يغير المدونة ذاتها بتحت القضاء عشان ينصفها في المسألة بتحت الميراث، عشان ينصفها في المسألة بتحت الحقوق الزوجية يعني الفوضى الاجتماعية الحاصلة دي برضو لابد ترجعنا للمسألة بتاعت القضاء والمسألة بتاعت الدستور بتاعنا. أنا في رأيي نرجع للدستور بتاع 74 لأنه فيه حاجتين. الجزء إنه هو دستور علماني بمعنى إنه الشريعة مصدر من مصادر التشريع وليست المصدر الوحيد، واثنين بدي رئيس الجمهورية صلاحيات كبيرة جدا لأنه السودان إذا ما لحقناه حيتفتت.
عشان كده أنا عندي برضو وجهة نظر مغايرة للمسألة بتاعت الفيدرالية بالصورة الحاسة المطروحة دي. بفتكر إنه نحن مفروض نبتدي ممكن تشتت السودان زيادة. نعم لابد أن نبتدي بنظام مركزي وجراديولي تدريجيا متى ما الأقاليم اكتسبت مقدرة مؤسسية أن إحنا تدريجيا نمشي للمسألة بتاعت الفيدرالية، لأنه الفيدرالية بالطريقة الهزلية أو الكوميديا السوداء اللي حصل لنا في دارفور، إنك أنت عامل مني أركو مناوي عامله حاكم إقليم لبلد في حجم فرنسا وأكبر من الموارد بتاعت أوروبا، أنا بفتكر دي مسألة مضحكة يعني. طيب لكن الدكتور نحن في تجارب الشعب السوداني بيقول لك يا أخي، كثير من الناس بيقول لك يا أخي عاوزين التجربة بتاعت الحكم الفيدرالي والأقاليم يعني بيكون فيها نوع من الخصوص أو نوع من الخصوصية أو نوع من الحماس في أنك أنت تطور إقليمك، توظف فيه أبنائك، تقدر تستثمر مواردك بشكل مميز، ويكون في حكم مركزي. لكن تجربة الجمهورية الكبيرة والحكم يعني من خلال 30 عاما إحنا ممكن إدارة كانت سيئة نعم، لكن ما عملت لنا الشيء الحميد حتى في التخطيط السوداني. الفكرة السوداني ما قاعد يكبر المسألة دي في الوقت الحالي. وأشوف أخوي عبد الله، هي طبعا في مشكلة إنه الليلة السودان مفروض ينتقل من السياسة بمعنى الغوغائي إلى السياسة بمعنى الاحتراف المهني، ومن ثم الانتقال لمسألة السياسات، صنع السياسات نفسه، evidence based policy، السياسات قائمة على وجهة نظر علمية ونقدية. المسألة الفيدرالية دي يعني أنا ممكن أرفدك ببعض الارتيكلز اللي طلعت مؤخرا كتبوها كتاب غربيين وكده، عملوا يعني empirical studies في دراسات تجريبية في أفريقيا إمبريقية يعني. هم بيفتكروا بأنه نعم مع التجربة الفيدرالية، لكن الطريقة التي تطبق بها الفيدرالية ممكن تخلق مركزية أخرى، ممكن تهدر موارد مالية كبيرة جدا، ممكن تضيع طاقات بشرية، ممكن تدخل الناس في احتراب قبلي وكذا. فبس هي الطريقة ما تطبق بطريقة سياسوية، تطبق بطريقة سياسية احترافية مهنية. جميل. طيب يا دكتور احنا يعني في وضع صعب جدا جدا، لأن نمرك شوية من الشخصية المميزة اللي تكلمنا فيها في شخصية الدكتور وليد مادبو وفكرك العالي، أكيد رؤيتك ورؤية عدد من الناس الحادبين على أمر السودان ممكن تأثر بشكل كبير في الحلول في السودان إذا وجدت من يستمع لها بشكل مميز، أو بعيدا عن الآراء الشخصية، شوف شخص عن فكرته شنو عشان يمسك السودان أو عشان يمرق السودان من المسألة الموجودة فيها في الوقت الحالي. الآن عدد من الدول الصديقة للسودان برضو مهمة جدا جدا، مصلحة في مصالحها أن السودان يكون مستقر، تدعو لسلام، تدعو لمفاوضات، تدعو لأشياء كثيرة. الأزمة دي حتمشي كيف في وجهة نظرك الشخصية؟ انت رجحتنا تاني للسياسه. طبعا ما هو بشوف انا جبت الدكتور الوليد، ما اكيد انا حخش في السياسه وانا ما اساسا ما كان عندي الرغبه انه يعني لا لا هي ما هو دي ما يعني صناعه طبيعه الحال يا صناعه زي ما بقوله. هو شوف حس الناس طبعا ماشيين لجنيفا، يعني خليني ابتدي لك من الكرنت ايفنتس يعني. ماشيين جنيفا دي طبعا خطورتها، الحاجة اللي ما مدركينها العساكر أو الناس المختتلين اليوم، بأنه الوايت مان أو الأمريكان تحديدا عندهم بلان، يعني جايين بوصايا، والعساكر ديل ما عندهم مقدرة أو ما عندهم قدرة عسكرية ولا اقتصادية ولا مالية إنه يقاوموا هذا المشروع. أمريكا ببساطة يعني ممكن تعمل نو فلاي زون، مش كده، ممكن تعمل حظر طيران جوي، وبالتالي نعيش في عزلة، نعيش في عزلة، تاني يوم البلد كلها حتسقط في يد الدعم السريع to the extent إنه هو يعني منتصر ميدانيا
أنا بالنسبة لي هو ما عنده رؤية سياسية دبلوماسية. يعني أنت ممكن تنجح عسكريا، ممكن تخفق سياسياً. ممكن تخفق عسكريا وتنجح سياسياً. وده اللي ما انتبهوا له ناس الجيش، بأنه أنا ممكن أحول الإخفاق العسكري لنجاح سياسي إذا تبنيت مشروع وطني يجمع أهل السودان ويتجاوز يعني الأخدود المعنوية اللي حاصل بين يعني الحزام الرعوي ده والحزام النيلي والشريط النيلي. طيب إذا قاموا عملوا لك فلاي زون دخلوك في أزمة، دخلوك في أزمة كبيرة جدا. إذا انتصر الدعم السريع انتصار كامل، برضو أنت دخلت في أزمة بتاعت غوفرنانس. هناك ممكن تدخل في أزمة بتاعت يعني أزمة سياسية. فأبوجا قبل كده في 2005 إذا عملت الاتفاقية، وكانوا ناس بوش مستعجلين لأنه دايري اليوم السكسس ستوري، قصة نجاح كده وكده يمرروا بها الانتخابات. فقاموا لا يقول يوم حاجة كده ولا فوليوم حاجة ما كانت في مصلحة دارفور 2005، والحرب استعرت من بعد ذلك. وجيت انت رفحت يعني قطاع طريق لأنه خطيتهم في مصاف رجال دولة، وتسبب ذلك الأمر في أنه حصل يعني النرجسية الذاتية بتاعت بعض المجموعات الإثنية قامت يعني حمت كده. فحس في جنيفا الخطورة بتاعت أنك أنت في خطورة بتاعت أنك أنت ممكن تدي الجنرالات ديل شرعية دستورية. بتكلم عن الاثنين، ممكن انت تديهم شرعية دستورية وبالتالي تكون دخلت البلاد في مأزق آخر. وحسب النظر إلى التجربة بتاعت بنغلاديش، الشعب كان واعي جدا وقال لا أنا ما هنسلمها للعساكر، ومش جاب هذا الرجل المتميز محمد يونس وسلم رجل اقتصادي ابو الفقراء، اقتصادي وزول ابو الفقراء ورجل عنده اخلاق. يعني لو كان قعدنا في ميدان الاعتصام ده ما كان احسن لنا؟ ما هو بقى دل انا كتبته طبعا يعني عندي افاق ثوره البنفسج، وهو حس يعني مفروض يطلعوا له بس الرقم بتاعه عشان نقدر يعني نطبعه. في افاق ثوره البنفسج انا بتكلم عن انه دي المرة الثالثة اللي هي النخب المركزية تحاول تلتف على المشروع الثوري، وهي التفت عليه التفافة سريعة جدا. أنا مرة كان عندي لقاء في الجزيرة إنجليش، بعدين جيت داخل كده لقيت مدير القناة منتظرني بعد ما تكلمت وكده، فقام قال لي يا دكتور the game is over. قلت له ود يومين يعني الفيلم انتهى. قال لي اللحظة الناس الحرية والتغيير دي مشوا للعساكر، مش العساكر هم اللي يوم الموضوع انتهى، موضوعكم ده احتبروا انتهى. وده راجل مدير تنفيذي لقناة بيشوفها 130 مليون نفر أكيد. فسبحان الله لفت الأيام وكده وانتهت بالجد. وهي انتهت بالجد. الأخطر من انتهاء الموضوع إنك أنت يكون ما في accountability، ما في محاسبية للجهات اللي تسببت في وصولنا لهذه المرحلة. يعني في جهات معينة عسكرية وسياسية هي تسببت يعني إساءة يعني سوء إدارتها للفترة الانتقالية هو اللي أوصلنا للحرب. طبعا المدفعية الإعلامية الكيزانية ركزت على إنه إنها تخلق نوع من حالة الاستقطاب، استقطاب إثني وقبلي ومناطقي وسياسي بتاع إنه مع الحرب وضد الحرب، وإذا أنت ضد الحرب معناه أنت ضد الجيش وضد الوطن. دي نوع من عدم المسؤولية السياسية، عدم المسؤولية الوطنية. أنا بفتكر إنه الحرب دي جات و يعني ربنا سبحانه وتعالى في آل عمران يقول يعني لتبلون في أموالكم وأنفسكم. يعني إحنا ناظرين فقط
للجانب السياسي ومهملين الجانب الغيبي القدري. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول يعني تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. في ناس دايرين علو ما دايرين فساد، وفي ناس دايرين فساد ما عندهم مقدرة للعلو، في ناس دايرين علو وفساد. ربنا قال تلك الدار نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ده رجع لك لسؤالك بتاع إنه طيب فلنفترض إنه الحرب دي وقفت بكرة والعساكر دي ربنا هداهم و الصالحة شالوا مسروقاتهم دي ومشوا، وجات يعني طبقة وسيطة من الجانبين واتفقت على إنه تجيب حكومة. الحكومة دي حتنتدب تقدم ولا حينتدب الشعب السوداني؟ ده هنا السؤال الكبير في إنه يعني أنا مع الفكرة بتاعتي إنه يكون في تجمعات سياسية مدنية وكده، ودي الطريقة الحضارية يعني واللي بتوصلنا للديمقراطية، لكن لابد نعي يعني بإنه في حالة الاستقطاب هذه لابد تكون في زي لجنة قومية هي التي يعني تشرف على تعيين البرلمان أو الجهاز التشريعي وتنتدب شخصيات لإدارة الفترة التأسيسية وليست الانتقالية، وتكون فترة تأسيسية طويلة عشان السودان يستقر ويكون عنده قوامة اقتصادية عشان وتجي التوافق أكثر ذاته وبعدين مهم جدا إنه أن إحنا نتفهم بأننا ما عندنا مجال لأننا نكون مافريك ستيت، دولة متمردة على الشرعية الدولية. أن إحنا نهضتنا مرتبطة بأننا يكون جزء من الانترناشنال وورلد إيكونومي، الجلوبال إيكونومي. ده يتطلب مننا تنازلات، يتطلب مننا تفاهمات، يتطلب رجال دولة مدركين للواقع بتاع المجتمع الدولي اليوم. أما المسألة بتاعت إننا نمشي كدولة متمردة على الشرعية الدولية دي ما في مجال ليها. يعني حتى الناس الليلة قاعدين يدعموا السودان هم نفسهم، يعني المحور الإسلامي ده هم نفسهم ماشيين مع الشرعية الدولية. فليه يحرضون علينا إحنا نكون متمردين على الشرعية الدولية؟ طيب والله دي وجهة نظر طبعا جميلة، ممكن يعني ممكن يكون فيها حلول كثيرة. الشيء اللي انت ذكرته ده لأزمتنا السودانية، ما بتنظر فيه انه تقدم عندها حل؟ ممكن يكون برضو الشعب السوداني ممكن يقبله في أطر في شخص عبد الله حمدوك؟ والله يا أخي أنا كتبت المتاهة الأخيرة زي 40 صفحة وتعرضت فيها للحتة بتاعت أخونا عبد الله حمدوك، وما داير أرجع لها لأنه أنا وهو يعني تصالحنا أخيرا وتصافحنا برضو، لأنه بفتكر عملت هدنة يعني مع عبد الله. والله ما هم يعني تصالحنا، يعني بفتكر إنه حمدوك ده أنا قابلته في باريس ومعه قابلته وزراء خارجية غربيين وكده وعرب وخليجيين وكده. أنا بفتكر مصافحة حمدوك هي مصافحة للمجتمع الإقليمي والدولي. إذا الليلة عندنا رجل متقبل لدى العالم الغربي والعربي وكده، حقه نستفيد منه، ما حقه أن إحنا يعني نمشي في عداء ضده وكده. وجهة نظرنا في محلها فيما يخص النقد السياسي، لكن في إجماع دولي حاصل على الرجل، وهو رجل معقول ممكن تتكلم معه وكده. لكن يعيد التجربة تاني؟ لا ما ممكن. يعني حمدوك ممكن يمشي مجلس سيادة، ممكن يكون رجل استشاري، لكن كشخصية تنفيذية للمرحلة الجاية أنا بفتكر دي ما مفيدة، وهو ما عنده رغبة فيها. يعني أنا أتكلم طيب تقدم دائما يعني الحرية والتغيير والتقدم بيكونوا متشبسين باسم حمدوك ده كتير وماسكين فيه قوي جدا جدا. هل القبول الدولي اللي لاقيه حمدوك ولا لمسألة انه ممكن دار يعيدوا حمدوك من جديد في رئاسة وزراء؟ لا بس دارين يستغلوه يعني استفيدوا من وضعه كشخصية عند قبول يعني لدى المجتمع الإقليمي والدولي. لا بفتكر لا حمدوك مقتنع بهم ولا هم مقتنعين بحمدوك، لكن أنا بفتكر تقدم برضو في الأول. هي ما تقدم بس تغيير اسم، هي لسه قحط. لكن في شخصيات جات كإضافة نوعية زي بكري جاك، زي جمعة كوندا،
ممكن تكون تعمل كولم كده وبونص جميل في ما 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 حيقدروا على الشلليات الخرطومية دي والعصابات بتاعت الليغ السياسي القديم، لكن حيصلوا لمفترق بتاع طرق. لكن على الأقل الليلة جمعة كوندا، بكري جاك، عمنا سعاد السفير، نور الدين ساتي، يعني دي الناس عندهم خبرة مهنية، عندهم خلفيات علمية، عندهم مواقف وطنية، يعني دي الناس ممكن الشعب يتقبلهم. وحمدوك نفسه، يعني دي الأربعة ممكن يسأل، الباقيين ناس يعني ناس أميترز، مجرب لا يجرب، خلاص الناس أميترز، ما عندهم لا أرى لهم مستقبلا في العمل السياسي. طيب أخيرا كده، وأنا سعيد جدا جدا بلقائي معك ده دكتور، رغم أنه قصير وكنت أتكلم فيه أكثر وأكثر من كده، لكن نقطة أخيرة، الجيش اختار واحد من من البعيدين تماما عن 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 الشلة الموجودة، او من من الدائرة الموجودة، بعيدين تماما للتفاوض في 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 المملكة العربية السعودية، او ارساله كوفد من الحكومة السودانية. هل تنظر انه كل من يقاتل وكل من يدافع بشتى المعنيين يعني في الوقت الحالي مع الجيش سينتظر نصيبه من الكعكة القادمة؟ هو شوف، المشكلة إنه نحن ما فاهمين، يعني أنا مثلا درست مع الوايت مان ودرسني ودرسته، الناس ما فاهمينه مش كده، هو ما فاهمين العقلية الغربية بالذات الأمريكية. الأمريكان ديل قبل ما يقابلوا عبد الله شرقاوي ولا وليد ماديب ولا فلان زيد ولا عبيد، بيعملوا باك جراوند تشيك، بيجيبوا السيرة بتاعتك، خلفيتك الأسرية الاجتماعية المهنية الأخلاقية، انتمي لوين، انتمي لي، نقاط ضعفك، حاجاتك كلها اللي ما معك، جرائمك الجنائية اللي عملتها، السرقات بتاعتك، مثلا علي عثمان حبة في نيفاشة كده يلعب بيديل وكده، طوال ناس السي اي اي جابوا لي قائمة فيها كل الأسماء بتاعت الحسابات البنكية واللصوص الإسلامويين ديل، وقاموا قالوا له انت ذاتك بنوديك، يعني انت مشكلتك شنو، ما انت ذاتك ممكن تمشي غوانتانامو يعني، ولا تمشي، المهم طوالي عملوا معه صفقة كده، اللي هي نحن بنسميها الكويرسيف ميجرز، السبل الاستدفاعية، إذا ما نفعت السبل الإقناعية البرسويسيف ميجرز، فبقوموا هم بيستخدموا معك السبل الاستدفاعية دي الكويرسيف ميجرز، دي ما نفعت بيمشوا بيستخدموا معك القوة. فنحن كنا نتكلم عن ممكن المفاوضات اللي أيوة محمد بشير أبو نمو، يعني يعني دي عملية الأمريكان ما حياخدوها بأي جدية، والعساكر نفسهم عاملينها طردية فقط للحركات. شوف أنت لما تفهم السايكي بتاعت العسكريين أو الشخصية الجلابي عموما، هو ما حينتدب ليه غرباوي لمفاوضات إلا إذا كان هو ماخدها حاجة جدية، هو دي حاجة مسرحية فقط، يعني هم بيتعاملوا مع ناس الحركات وبيتعاملوا يعني عندهم نظرة عنصرية برضو. لما نلسلوا محمد بشير أبو نم مدام، أنا عينت للوفد كله، خليك من محمد بشير، فيه التعويل حيكون على العساكر الفرقة دي. طبعا ده جيش مضحك جدا، لأنه يعني الجيش المصري كله أظنه فيه يعني أكبر زول بيكون ليوة وفريقين ديل، هنا في كل حارة في زي خمسة فرق، هي دي ذاتها يعني مهزلة ذاته، ما عارف الناس حيعلوها كيف العسكريين مستقبلا اللي حيجيوا فرقة والألوية كتار طبعا، وما في أي مبررات لها يعني. فهم حسا القصة بتاعت جدة دي مسرحية بس، ورواية إعلامية كده حيمشوا بها المشهد عشان يردوا الحركات وكده. لكن ده رجل كلامك بتاع إنه أي زول أي واحد من ناس الحركات أو من يدافع من الآن مع الجيش، من يقاتل مع الجيش وكده، هو الذي قاتل مع الجيش ما هزم، يعني الفاشر دي هم ظلوا العيال في الفيسبوك يقولوا لي أنت قلت حتسقط في 10 أيام، ما هي مدينة الجيش محاصر في 2 كيلومتر مربع، فمن ناحية عسكرية هي آيلة للسقوط، من ناحية سياسية القيادة بتاعتك دخلت في مسألة بتاعت مغايضة، الدوني 15 لا الدوني 20 بتاع،
فالقيادة السياسية هاربة، المجتمع منقسم عموديا وأفقيا. فلما أنا أقول والله الفاجر سقطت أو آيلة للسقوط، هي سقطت، لكن ما هي الدلالة بتاعت سقوط الفاجر؟ وهنا يعني حاجيك أنا بالحاجة الجادة. سقوط الفاشر يعني ثلاثة أشياء. الحاجة الأولى، أول حاجة كسر شوكة الجلابة كمنظومة استخباراتية وعسكرية نافذة تاريخيا في دارفور، وتعاملت مع دارفور كمستوطنة الأخيرة، كمستوطنة من 2003 وانت جاي. وأنا ما بتكلم عنهم كإثنية، أنا بتكلم عنهم كمجموعة استخباراتية عسكرية. يعني أنا في الضعين حقق معي شايقي، ده ما صعدته، ده صعدته الإثنية بتاعته، ما صعدته كفاءته المهنية. في الجنينة حقق معي جعلي، ده مرحب به وإذا صعدته الاحترافية المهنية بتاعته، لكن هو صعدته الإثنية بتاعته. كسر شوكة هذه المجموعة نمرة واحد. نمرة اثنين، كسر شوكة الزغاوة يعني كمجموعة عسكرية يعني أرقت الوجدان الدارفوري وحاولت تحوز على حيز أكبر من الثقة السكاني بتاعها، لأنه أهلنا الزغاوة ديل هم بيساووا زي 2% من أهل دارفور. يعني ما تشوف الإزعاج اللي عاملينه ده كله، يعني عندهم مساهماتهم الوطنية ومساهماتهم السياسية وكده، لكن من هنا ورايح كل زول حياخد بس قدر حجمه، ما أكتر من حجمه. يعني إذا أنت عندك في انتخابات بتاعة 84-85 دائرة من 37 دائرة، أنت ما ممكن تستحوذ على النفوذ السياسي بأكمله في دارفور. يعني لابد تعمل لي الحرب دي، حتعمل لهم رياليتي تشيك. فدي الأولى قلناها، الثانية قلناها، الثالثة طبعا من ناحية جيو استراتيجية حتكون أمنت الطريق لحد ليبيا وأمنت الطريق لحد تشاد، ومن هنا طبعا حيحتجزك من المناطق بتاعت نهر النيل وشندي وعطبرة، حيحجزك منهم الخريف فقط. فالفاشر دي سقوطه منطقة مركزية استراتيجية، وعند الموضوع عنده دلالات وأبعاد معنوية معنوية ومادية. فأنا بفتكر هم حسنة الدعم السريع هيركزوا على أنه يسقطوها قبل التفاوض، لأنه أنت حس عندك يعني الجيش ماسك 4 ولايات، الدعم السريع 12. الدعم السريع ماسك 12 ولاية 12 ولاية لا 8، وهنا 4، وبعدك عندك الحلو وعبد الواحد 2. يعني تقريبا يعني في حاجة برضو الأمريكان أهملوها، الحلو وعبد الواحد. الحلو وعبد الواحد لابد يجوا، بالذات إذا الموضوع لا، لكن ما نحن في حال بتاع أزمة حالية دكتور. أي ما أنت قلت مساعدات إنسانية، اللافتة مساعدات إنسانية، وصول مساعدات إنسانية. طيب الناس اللي قاعدين مع الحلو ديل ما لابد تصلوا مع مساعدات إنسانية. الناس اللي قاعدين مع عبد الواحد تصلوا مساعدات إنسانية. الناس اللي قاعدين في 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 jurisdictional authority، السلطة السيادية بتاعت الجيش، تصلهم. وهنا ناس الغرب تصلهم والجزيرة وكده. فأنا بفتكر ما نعمل، ما نجتزئ الحلول، نعمل حل عام عشان نخلص من القصة بتاعت العسكريين دي، وندخل في إجراءات تعدي دي آر وكده، عشان ننتقل للمرحلة السياسية والوفاق الوطني والتسوية الوطنية الشاملة ونهضة السودان. أكيد أكيد دكتور، والله مؤسف جدا جدا. أنا شخصيا اللي حدث في السودان من أصل عنصرية وقبلية حاجة مقرفة جدا جدا. يعني هي موجودة قديما، لكن أصلوا وأطروا لها الكيزان. طبعا أطروا لها الكيزان بشكل كبير، لكن أنا كنت متمنى أنه دكتورنا ما تصطحب معك المسألة دي في حلولك في أشيائك. ما تصطحبها ولا تصطحبها، يعني ما يعني نكون بشكل عام سودانيين نتناقش بشكل عام كسوداني كشعب واحد، بدون نترك القبلية
ما نستهب معانا فيه، نستهب آراء سياسية، نستهب آراء اقتصادية، نستهب آراء عسكرية. ما هو أنت عارف السودانيين واحدة من إشكالاتهم إنه بيفتكروا إنه السبيل لحل أي مشكلة إنك أنت تتفاداه. أنا طريقتي مختلفة من كل السياسيين. أنا رجل قومي، وأنت زي ما تفضلت في بداية الحلقة قلت أنا يعني أنا أمي هنا من الشمال، والدي من غرب السودان، الأسرة نفسها هي في غرب السودان كانت هي البريدج يعني التي توصل بين الزرقاء والعرب، بين الجلابة والغرابة تاريخيا يعني. الماديب ما كان عندهم أي تحيزات زي دي، فكانوا هم مرجعية لكثير من الناس. أنا بفتكر إنه يعني أنا ما ناظر لها نظرة عنصرية، أنا ناظر لإنه في مشكلة حلول دار عالجة يعني. أنا ما ببررها، لكن هي في مشكلة لابد أنت تعالجها. إذا ما عالجتها، إذا الغرغرينة دي ما نظفتها، تاني حجيك بعد 100 سنة. ما المهدية ما نقدناه، التجربة المهدوية حرموا علينا نقدها، وهي تجربة كانت يعني مريرة جدا على أهل السودان. حتى درسونا ما هو حميد لو في حميد في التاريخ، والمرأة تعرضت للاضطهاد، الفقراء تعرضوا للاضطهاد، الأجانب. فيعني ما نقدنا التجربة المهدوية، قامت جاتنا التجربة الترابية. فما نقوم نستحي من نقد التجربة الترابية هذه، تقوم تاني بعد 100 سنة تجينا تجربة أخرى. القضايا أنت طبعا ممكن، أنت عندك مطلق الحرية في أنك أنت تحذف ما تراه يعني قد يؤثر على يعني مسامع المشاهدين وكده. أنا تارك لك هذا الأمر. لا والله يعني. لا والله دكتور، إحنا استمتعنا جدا جدا بحوار. أنا شخصيا كنت متحمس له بشكل كبير وجميل. أي لكن أنا ما دايرك تحبط، أنا دايرك تركز، لأنه أنا زول ناقد، والتأهيل الأكاديمي بتاعي في أمريكا. الأمريكان بيواجهوا الأشياء يعني، عشان كده هم متقدمين. الليلة وزير الدفاع الأمريكي أسود. أكيد. والرئيس كان في أمريكا أسود. الرئيس كان أسود. مجلس النواب معظمه من لا يعني. ممثلة أمريكا الليلة في الأمم المتحدة السيدة سوداء. هل الليلة أنت عندك في أي بقعة من بقاع الأرض سفير نوباوي؟ ما في. يا عبد الله، خلينا نكون ناس واضحين. أن إحنا كشماليين وأن إحنا كعرب ظلمنا هذا العنصر الأسود البلاك ريز ده، ودويل تو جو فورورد إننا نقير بالأفريقانية أفريكانيزم بتاعتنا، بإننا ناس إحنا عرب مسلمين أفارقة سود نوبيين. خمس حاجات ممتازة جدا نعمل منها توليفة كويسة. ما في نوباوي. أنت عارف النوبة ديل لما جابتهم نيفاشا، وأنا قابلت السيدة كانت سكرتيرة ألتا في فرنسا، لما جابتهم نيفاشا دخلتهم بعد ما الجنوب انفصل طردهم. يعني عبد الله أنا دايرك تكون يعني بالذات أنت من الجيل الحس حيستلم الراية دي. نكون واقعيين، البلاك ريس عانى في هذا البلد، ويجب أننا ننصفه. كيف؟ ما ننصفه كلاميا وإعلاميا وضغطة مشاعر أو حاجات فولكلورية زي اللي بيعملوها يجيبوا لك الرقيص لا ننصفه هيكليا وبنيويا. في هذه الدولة الناس نعمل سيستم أوف ميريتوكراسي، سيستم يصعد الناس حسب الكفاءة المهنية والأخلاقية بتاعتهم، وبعد ذاك نترك المسألة لرب العالمين اللي هو قسم هذه الملكات على الناس بعدالة كاملة. أكيد بس أكيد. دي فكرتي دكتور. والله فكرتك وصلت، وانا جد يعني استمتعت بحوار جميل جدا جدا معك، وحديث معك طيب وجميل، وباكيد نستفيد منه بشكل كبير. انا شاكر لك كثير المساحه. الله يبارك فيك. شكرا كثير. انا الاسعد. الله يديك العافيه. شكرا كثير دكتور وليد ماديب، وكان ضيف حلقتنا لهذا اليوم من اجمل زاويه. اكيد المشاهد الكريم، حلقاتنا مستمره ونقاشاتنا في كل المجالات السياسيه والثقافيه والرياضيه والاجتماعيه في السودان وأيضا في الوطن العربي، ونحن قاعد نستضيف عدد من الضيوف اللي بيثروا البرنامج بشكل مميز. لحد ما ألقاكم تقبلوا خالص تحياتي وتحيات الحبيب دوما فتحي بربري. في أمان الله. سويت على نيل غناي يا مستحق الغنى، يا أمنياتي وهواي.
واختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك